بمجرد الإعلان عن الرفع التدريجي للحجر الصحي وفتح الشواطئ أمام المصطافين، عادت المهن الصيفية إلى الواجهة. إلا أن هذا النوع من النشاط عرف تغييراً في شروط ممارسته مع انتشار فيروس كورونا. نديو تعقيم ونديو بافات، نخلي نمشي مسو وش يقولوا يمد لهم المليحة نمشي مليحة، نديو نفسو نديو نفسو الساشي هذيك، ندير ليغو ندير معقم، نمشي عيطولي نحبس قدامهم بعد اليوم ميتها باش نعطي لهم. من ذاك ما يشوش، من ذاك يشو، من ذاك يحبو، من ذاك ما يحبوش. واش كنت انت تسرفي لهم تتمد لهم؟ ايه ما نخليهمش يمسوا. انا راني نخدم دي بافيات، نعقم روحي كل صباح كل عشيه، ونجي نخدم لعجوز طيب لي نحبط. كانوا غلقوا لنا البحر، مش كاع مفتوح، يقولوا لنا روحوا الكورونا العباس، من نروحوا نورمال. ودوكا عاودتوا تخدموا؟ ودوكا فتحوا لنا البحر ولينا نخدموا اليز بيا، ما نخليهمش يمسوا، انا نبيع لهم بديك يولوا يتشرطوا منها. ما فهمتش انا. يقولوا لكم هما لازم يمسوا؟ ايه لازم، انا نقول لهم يتمسوا يتشرطوا. صاحب هذا المحل الذي تعود على بيع الأكل الجاهز غير من نوعية المأكولات التي يبيعها خوفاً من انتشار المرض، كما قام بتكثيف معايير الوقاية والسلامة. العام هذا شوية صعيب باسكو ظروف استثنائية، وحنا كما تعرفوا عندنا بيفات هادية فيها تاع مأكولات ومأكولات سريعة وكذا، ما حبيناش نطيبوا لأنه عندنا مشكل تاع المياه هنا، الماء اللي ما كاش، كيما كاش الماء حبسنا حفاظا على صحة المواطن، ماشي نخدمو باش نبيعو خلاص، كيما يقولوا دو بريفيرونس نبيعو هكذا يا عفايس، هادو كيما الشيبس الكاطو وكذا. مواد استهلاكية واسعة الانتشار في الشواطئ كونها مصدر رزق الكثيرين، إلا أن الظروف الصحية لا استثنائية تستدعي اتخاذ أقصى تدابير الوقاية، فصحة المستهلك أولوية.